يلا نروح لسؤالك، وسؤالك يقول: من التراث المحقق لابن كمال باشا المتوفى 940 للهجرة رسالة مطبوعة بتحقيق وتعليق الدكتور مناف مهدي محمد الموسوي، تعرف به هذه الرسالة، تعرف به رسالة في تحقيق كلام البدخشي، أم رسالة في تحقيق معنى السيد والسيادة، أم رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية؟ محمد 30 ثانية فقط عندك، وثلاث اختيارات فقط متاحة لك حتى توصل للإجابة الصحيحة وتحصل على 50 درجة. شنو من هذه الاختيارات هو الاختيار الصح؟ الأخيرة. الأخيرة. ليش الأخيرة محمد؟ تعريب الكلمة الأعجمية. عندك معلومة ولا ضربة حظ؟ إن شاء الله أروح عليها يعني. ضربة حظ؟ أروح عليها ضربة حظ. أروح عليها والله كريم. الله كريم. انتهى الوقت ويقول رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية. كنترول نعطينا الإجابة الصح. والإجابة صحيحة، عافية عليك يا محمد. إذا نتكرر معانا سيناريو الجولة الثانية، وكان محمد من نصيبه الفوز بهذه الجولة مرة ثانية.